احنا هنبدأ الكلام عن الالكترونيات، بس الاول انا عايز اقول لكم يعني انا مش مهندس ولا حاجة ولا ليه، يعني انا على قد عارف شوية حاجات جاي اقولها لكم، وممكن يكون في حد فيكم عارف اكتر مني، ممكن يكون في حد فيكم انا اقول معلومة غلط يصلحها لي مش مشكلة، ممكن معلومة حد يسألني فيها او كده او انا ما كنتش عارفها نشوفها على النت مع بعض مش مشكلة. يعني الحكاية ان انا مش عارف كل حاجة، انا عارف شوية حاجات وجاي اقول منهم شوية يعني على قد ما اقدر. فاحنا بنتكلم عن الكهرباء والالكترونيات، لازم اول حاجة نبدأ بيها هي الذرة. يعني فالذرة بتكون نواة وبيدور حوالينا الكترونات في مدارات، والالكترونات دي بتكون ثابته في المدارات بتاعتها. طب ايه الفرق بين ماده موصله وماده غير موصله؟ يعني ايه اللي بيخلي مثلا حديد يوصل والبلاستيك مثلا ما بيوصلش الكهرباء؟ البلاستيك بنشوف ان الالكترونات بتاعته مرتبطه بالنواه ما بتسيبهاش، لكن مثلا في المواد الموصله زي الحديد والنحاس وكده بنشوف ان في الالكترونات بالذات بتاعه المدار الاخير بتبقى حره، يعني ممكن بتنتقل من ذره لذره بس حركتها عشوائيه، مفيش حركه منظماها ان هي تعمل تيار كهربي. فالكهرباء بتكون عباره عن سيل من الالكترونات في اتجاه واحد ماشيين في نفس الاتجاه. طب ازاي هننظم الاتجاه ده؟ ننظمه عن طريق لو في مثلا عندنا ميه راكده ما بتمشيش ما بتتحركش، ازاي احنا نعرف نخلي الميه دي تمشي كلها في سيل واحد او في طريق واحد بانتظام؟ احنا نعمل كده عن طريق ان احنا بنوصلها مثلا موتور ميه بيضخ ميه المزيد من الميه في اي مشيها. دي فكره البطاريه عندنا، لما بنركب بطاريه بيكون ليها جهد معين، الجهد ده هو اللي بيدفع الالكترونات ان هي تمشي في السلك. فبيكون البطارية فيها الجزء السالب من البطارية هو اللي بيطلع الكترونات سالبة، فبتمشي في السلك بتزق الالكترونات اللي في السلك وبتفضل الالكترونات تمشي بتعمل لنا التيار الكهربائي. ده بالنسبة للكهرباء ايه هي؟